من موقع يلا كورة، أرسنال رابع نادي إنجليزي يدخل السباق لضم صلاح بعد صدمة والكوت. ومن الوطن هاني سعيد يرحب بالانتقال إلى المصري في صفقة تبادلية. اليوم السابع جمال علام أبو ريدة سيتدخل لإنهاء أزمة غرامة الكاف. ومن كايرو كورة أهلي طرابلس يطلب إعارة فتحي مقابل $1,000,000. في الجول وصول بطاقة يدان الدولية ومشاركته أمام إنبي في يد يوسف. ومن كرابيا الدراويش يخاطب ألمانيا لإقامة مباراة الأسبوع العاشر في الإسماعيلية. ومن سبورتانا الزمالك يستبدل عرف السيد بمدافع الدراويش سامح عبد الفضيل وباقي مستحقات أحمد علي. حلوة الصفقة، غريبة شوية. من الأهرام سبورت سويلم عودة الجماهير للمدرجات مرهونة بموافقة الأمن. الوفد أنباء عن تعيين لجنة في الأهلي برئاسة هيكل. الشروق إنتر يدخل سباق صلاح ب$20,000,000. ومن الفجر رسمان ربيع ياسين يقود دارنس الليبي لمدة 6 أشهر. يورو سبورت صالح جمعة يصل البرتغال وغزال يستقبله. ومن فيتو على خطى شيكابالا وعبد الملك توفيق يطلب فسخ عقده مع الزمالك.